قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس، وكمان تاخدنا في جولة مرورية في شوارع القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير عليك. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا بسان، صباح الفل يا شاذلي، وصباح الفل والسعادة على كل اللي بيشوفونا. طمنينا كده على الطقس وقولي لنا المرور أخباره إيه. أنا آسفة مش يعني مش هقدر أطمن. النهاردة ذروة الموجة الحارة، يعني النهارده الجو هيبقى حر جدا. المرور فيه كثافات مروريه في بعض الطرق، لكن فيه سيوله مروريه كبيره في بعض الطرق الثانيه. وعلى العموم هناخد مع حضراتكم دلوقتي جوله مروريه سريعه في مناطق مختلفه من مصر، وكالعاده بنبدا جولتنا من القاهره، تحديدا شارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه بسيطه مكمله لحد ميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي ان في برضو كثافات نسبيه. اما لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية تبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق للي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر على كوبري المطارية للقادم من الكابلات، بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطلع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، فهيلاقي في سيولة مرورية كبيرة، بس بتظهر بعض الكثافات على كورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية القصر العيني، وبعض الكثافات في محور النصر لغاية المنصة وفي شارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين ومنها ميدان التحرير وروكسي وربع العدوية. عايزين ناخد بالنا ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه من طريق السخنه اللي هو طريق القطاميه القديم لغايه تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركه المرور لطريق القطاميه القديم لمطلع محور محمد نجيب في اتجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده حتى الطريق الاوسطي من خلال محميه وادي دجله مع تطوير المنطقه المحيطه. نروح للجيزة، هنلاقي ان شارع فيصل بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية. كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات، بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين لحد الطلبية، ايضا المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لغاية العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان. اما المتجه لكوبري المتجه لمدينة اكتوبر فهيلاقي ان في سيولة مرورية. هنروح شارع السودان امام محطه مترو الجامعه، هنلاقي ان في كثافات مرتفعه اللي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، بتظهر ايضا بعض الكثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان. يفضل التوجه لمحور عرابي، وكذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني. ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضه وصولا لاشارات بين السرايات وشارع النيل السياحي، وكمان بيشهد محور عرابي كثافات متوسطه للمتجه من الاقاليم وصولا للمهندسين، كثافات بمحيط كوبري احمد عرابي بسبب الاصلاحات. خلونا نروح كمان لمحافظة أسيوط، قدام مستشفى الجامعة هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بس بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. هناك كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المروريه ونروح الاسماعيليه. لو بدانا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظه هناخد طريق عثمان احمد عثمان اللي بيشهد سيوله مروريه كبيره مكمله لحد بدايه شارع 6. طريق الاسماعيليه مروريه للقادم للمحافظه من القاهره او عبر الدائري الاقليمي، ولكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتاده في مثل هذا التوقيت. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة ذروة الموجة الحارة زي ما أشرنا، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. يعني درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 40، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، أقل درجة حرارة هتكون في العلمين 32 درجة. تفاصيل أكتر عن الطقس موجودة معانا النهاردة بس بعد شوية.